حسبنا الله ونعم الوكيل، ما فيش اكتر من كده. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عملوا فيه كده، غير حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عملوا فيه. ربنا يرحمه ويتقبل، ربنا ينتقم منهم ان شاء الله شر انتقام، هينتقم منهم ان شاء الله شر انتقام. ربنا يرحمه ويقوم الله سبحان الله. لما كنا صغيرين كان لينا مكان صغير دايما تقابلني فيه، لما كنا صغيرين كان لينا حلم أخضر عشنا بيه. فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة ظهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة ظهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحلينا القمر، ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام فعلا ستظل مصر الضحكة، الضحكة الحلوة والحضن الباقي. ربنا يحفظ مصر، ورغم كل التضحيات والشهداء اللي بيسقطوا إلا إنهم يعني إن شاء الله بيفدوا الوطن اللي بنحاول نحافظ عليه من الإرهاب. فقرتنا القادمة فقرة طبية.
هنتكلم عن كبار السن وبعض المشكلات اللي ممكن تجنبها بالمبادرة أو الحرص على العلاج الطبيعي. هذا العلم اللي بدأ مع قدماء المصريين من 1800 سنة قبل الميلاد، وده موجود على جدران المعابد. مشاكل كثيرة بيتعرض ليها كبار السن، هنتعرف على كيفية التعامل معها من خلال العلاج الطبيعي. وبيشرفنا في الاستوديو دكتورة نادية رمضان، استشاري العلاج الطبيعي بالإسماعيلية. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا استاذ، اهلا بحضرتك. دكتوره ناديه، يعني احنا بنقول انه العلاج الطبيعي دايما متصل بالالم الخاص بالظهر، الالم الخاص بالركبه، ودايما بيكون تحويل طبيب العظام للعلاج الطبيعي في عدد من الجلسات. عرف من حضرتك في البداية، هنتكلم عن الركبة تحديدا وبعض المشكلات المتعلقة بها، وامتى بيكون ضروري انه يكون هناك علاج طبيعي خاص بالركبة؟ اهلا بحضرتك. اول حاجه احنا بنتكلم عن ان مش هنستنى لما يبقى فيه لغايه ما نوصل لكبار السن. طبعا مشاكل الخشونه ومشاكل التهابات المفاصل بتبدا من الصغر. بالمفروض ان انا بحافظ او ببقى عامل لنفسي اولا السمنه، الحركات اللا اراديه، اللي اذا كان في اي تشوهات موجوده خلقيه او تشوهات مكتسبه او نتيجه للشيل الخطا والرفع الخطا والكلام ده كله، الحاجات دي، اصابات الركبه، التمزق الاربطه، الغضروفي، الاصابات الملاعب، الحاجات اللي هي ممكن تعمل بعد كده لو ما تعالجتش صح. يعني بيبقى شاب صغير ولو ما تعالجش صح بيجي له خشونه، يبقى حاجه بقت مزمنه. فانا المفروض ان انا ببقى يعني ده انا طبعا بناشد كل يعني الاطباء الساده المحترمين في التخصص العظام طبعا، بحيث ان انا اوكي العلاج الدوائي بيمشي متوازي مع العلاج الطبيعي، بحيث ان انا ابدا بدري. لو اي مريض عمل عمليه حتى وهو صغير في مفصل الركبه او في مفصل الفخذ او في الكعب، او حصل له كسر او تثبيت، اذا كان تثبيت بجبس او تثبيت بمسامير او بالهم، اي عمليه تسبب فيها اربطه او اذا كانت اوتار او عضلات او تداخل جراحي، دي حاجه من الحاجات وهم صغيرين بتتعمل. بيبقى بعد كده مش حاسس بنفسه انه عنده مشكله عشان لسه جسمه شايله. بعد كده بتبقى دي نقطه ضعف. فلا، انا المفروض ان انا ببدا علاج طبيعي، اقوي عضلات اقوي عضلات، احس ارجع اليونت المفصل بدري. ده بيكون عباره عن مجموعه من التمارين، برنامج متكامل طبعا. برنامج متكامل. باول بيكون في التهاب نتيجه للكلام ده، في تورم، في ميه موجوده في الرجل، كلام في المفصل، الكلام ده كله بقى بيتساعد في اجهزه بتساعد على الكلام ده، وتنبيهات، تنبيه كهربي لتقويه العضلات. وبعدين البرنامج العلاج الطبيعي للاكسرسايز او للتمارين، تمرينات علاجيه مش تمرينات رياضيه. في فرق. التمرين العلاجي ده بيجي تدريجي، يعني مجرد الاستاتيك بس، ان انا اعمل تمرينات استاتيكيه خفيفه في الفتره، وبعدين بزيد التمرين ده بالتمرين بالتدريج. يعني في فتره بيبقى الاجهزه فقط او في الفتره بتنبه طبعا. في فتره في الاول ببدا اجهزه، وبعدين ببدا لا، التمرين الاستاتيك بيبدا من اول يوم دايما. الاستاتيك ده عشان احافظ على ضغط العضله. اعرف من حضرتك، بنشوف في بعض الحالات انه بيتم استخدام مثلا وسادة كهربائية بتسخن المنطقة، أو إربة مية سخنة، الحاجات دي بيتم استخدامها في العلاج الطبيعي. دي وسائل. هل هناك مقاييس لهذه الخطوات، إنه ما تقعدش وقت الوقت بتاعها، إنما تبقاش مباشرة مثلا على اللي بيسموها الصامولة بقى او كده بتاعت الركبة؟ طبعا اللي بيشتغل في العلاج الطبيعي بيبقى الدكتور بيبقى متخصص، اخصائي علاج طبيعي، عارف بتجيله الحالة، بيشوفها كلها. لو عنده مشاكل في التورم، في مشاكل في الجلد، في التهابات في المفصل، في انواع معينة من العلاج ممكن ما احطش علاج حراري. في انواع بعمل بس الليزر بس، او علاج كولد بس، بارد بس. فحسب الحالة وتصنيفها قدامي انا بمسك الحالة. يعني مش مثلا حالة جايني من دكتور العظام او من العظام
كده خلاص انا بدخلها اعملها علاج طبيعي، لا كل حاله ليها اسسمنت، ليها فحص بقى ظاهري، فحص طبيعي بالنسبه لي، ان انا بشوف كفاءه المفصل وبشوف العضله قد ايه وبشوف العصب سليمه ولا لا. ممكن واحد ما عندوش احساس، مشكله في الاحساس، احط له ماده سخنه يتحرق، او احط له اشعه حمراء يتحرق، لازم يعني التست ده مهم جدا. فانا مش بمسك الحاله كده وخلاص، لا لازم يتعمل لها كل الكلام. في حالات فيها تورم، وده بيتطلب انه لازم اللي يقوم بهذه بهذا التعامل يكون طبعا اكيد اخصائي علاج طبيعي، وده بقى الموجود في كل الاماكن اكيد دلوقتي، يعني اكيد يعني يا دكتوره مش هتناقش في الموضوع ده، لان المراكز بيكون على الاقل الاشراف موجود، يعني حتى لو هو مثلا شاف الحاله على الاقل لو في اشراف الموجود. طب يا دكتور، واللي موجود اللي بتشتغل اكيد بيبقى دكاتره صغيرين، بس اشراف الدكتور الكبير اكيد، الاخصائي الكبير. طيب عايز اعرف من حضرتك، يعني حضرتك بتتكلمي عن ان احنا نعمل الوقايه من بدري، وان يكون في علاج طبيعي مع اي مشكله في الركبه، ولكن لو وصلنا لمرحله تغيير المفصل والبعض بيعتقد ان هو الحل السحري لمشكله المفصل، ان هو هيبقى طبيعي ويقدر يتحرك، العمليه دي هل هي فعلا بتحقق نسبه النجاح اللي الناس بتعتقد فيها ام ماذا؟ هو اللي بيحصل ان احنا يعني هي ان احنا اختيار المريض اللي يعملها بنختاره متاخر، او طبعا دي حاجه اكيد لابد منها في وقت معين لبعض الناس، انما ما بقاش الكومن وهي القاعده العامه ان كل واحد خلاص حصل له خشونه في رجله بيروح يغيرها. انا ليه اوصل للمرحله دي اساسا؟ لان اولا هي حاجه مكلفه جدا اكونوميك بالنسبه لبلد زي عندنا، الناس بتبقى فاكره ان ده هو الحل السحري فعلا، وبتتصرف وبتعمل، بتكلف ال 50 و 60 الف. وبعدين بختار المريض، اولا بيبقى كبير في السن قوي، لان طبيعي الخشونه لما تبقى توصل للتهالك الجامد بتبقى كبير في السن، وبيكون فيها شاشه، وبيكون في ضعف في العضلات، وبيكون مش قادر اساسا ظهره مش قادر يصلبه هو يعمل ركبه، انا مش بستفيد من حاجه. فانا ببقى عايزه البيشن يعني العلاج الطبيعي يمشي مبرر المتوازي مع العظام. انا حتى لو وصل لمرحله ان هو هيعمل، لا انا بظبط له الاول، اجهزه ليه، دي حاجه مهمه، وبعدها يبدا العلاج الطبيعي بدري بعدها. وبعدين ان انا يعني المفروض نقلل الوصول لعملياتها، لان لو بدانا بدري علاج مفاصل الخشونه في بدايتها نكتشفها بدري، طبعا مع يعني الادويه والمضادات التهاب والمسكنات اوكي بتبقى مرحله، لكن ما طولهاش سنين. لكن مجرد انسان ما اشتكى من طالع السلم نازل السلم، في نغزه، في الم في ركبه، رجله بتخونه مش قادر يمشي عليه، خلاص انا ابدا اوكي. اذا كان هيروح هتوجه لدكتور عظام يبدا بدري، لا انت خد علاج طبيعي قوي عضلاتك وقلل، لان انا بعالج المفصل موضعي بدل ما اخد، يعني كل ما اخد مضادات التهاب بتخفف شويه، وكل ما اخد مضاد التهاب موضعي يعني الالتراسونيك والليزر مضاد التهاب موضعي بعمله، بحيث ان انا بدل ما اخد الحاجه السيستميك اللي هي الادويه الكتيره قوي وكبير السن. هكمل مع حضرتك النقطه دي، بس معانا اتصال تليفوني. معانا مدام زينب من السويس، صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بك، ممكن اسالك دكتوره؟ اتفضلي، سامع حضرتك. يا دكتوره صباح الخير. اهلا بحضرتك، صباح الخير لحضرتك. بقول لحضرتك انا بيجيني الم اسفل الظهر، بياخد الفخذة تحت المفصل بتاع الورك اليمين لحد اسفل الرجل، يعني اول ما اصحى من النوم لازم امسك رجلي من تحت واخد اي مسكن، رغم ان انا عايز اعمل جلسات علاج طبيعي 12 جلسه. الالم ده من شهر 4 لحد دلوقتي، ورحت تاني للدكتور فقال لي كرري تاني العلاج يعني الطبيعي، فمش عارفه لازم رغم ان الدكتور مديني علاج، فلازم الصبح اول ما اصحى اخد اي مسكن. شفاك كان حقنة درفن او كتفص اللي هو المسكن ده، اكيد الادويه كلها بتختلف مسمياتها، انما هي في النهايه مضاد التهاب وفيتامين بي والكلام اللي بتاخده. فلازم لازم لما اصحى الصبح اخد. طب حضرتك عملتي رنين والكلام ده؟ وممكن يكون لا ما عملتش، لا رحت للدكتور قال لي لا مش محتاج ساعه رنين ولا اي حاجه. هو طبعا الف سلامه على حضرتك، بس ده بيكون ايا سبب، يعني خشونه، فقره ركبه على فقره، غضروف، اي حاجه، ده تقلص عضلات، كل ده ادى سبب واحد اللي هو الضغط على العصب الفخذي اللي هو بنسميه سياتيكا او عرق النسا، اللي هو وصفه حضرتك بالظبط، اللي هو الالم في اتجاه خلف الفخذ كده لغايه الرجل ده. فده طبعا بيبقى بيحتاج ادويه فتره شهور عشان في التهاب حصل للعصب،
ولازم طبعا زي دكتور المخ والاعصاب او العظام يعمل حاجه قرنيين عشان ممكن يكون في غضروف، لان من ضمن الاسباب الاشعه العاديه مش هتبين. في الحاله دي العلاج بيختلف والعلاج الطبيعي بيختلف، لان لازم يكون في تمرين معين، نومه معينه تختلف الخشونه عن الغضروف، والغضروف مدي شمال مدي يمين، يقرنين بيبين لحضرتك الكلام ده اكيد يعني. والمفروض ان انت حضرتك لو الجنب اللي وجعك الشمال او اليمين تنامي على الناحيه العكسيه وتتني رجلك حرف اس.